السلام عليكم. احنا طلاب من كلية التقنية الهندسية قسم هندسة التقنيات الميكانيكية والطاقة المتجددة فرع التبريد والتكييف. احنا اشتغلنا على ميني بروجكت اللي هو عبارة عن طباخ شمسي. هذا الطباخ الشمسي هو عبارة عن صحن مالديش خلينا عليه عدد من المرايا ما يقارب 800 مغيي. خليناها وركزناها على بؤرة واحدة اللي هي مساحة البؤرة خلينا نقول 5 سنتيمتر مربع. راح تركز بيها الحرارة من الشمس، راح تركز على مكان معينة. خلينا هون صندوق شبه معزول، خلينا نعتبره خلينا بالواجهة جماي 4 مليم حتى تعزل الحرارة لا تخرج للخارج، وخلينا داخله مرايا حتى الأشعة اللي تدخل ما تطلع. وخلينا هوني عبارة عن مثل التانكي اللي هو راح يحجز الماء، حجم الماء هو لتر ونص، وخلينا على الشمس كتجربة. حاليا قد تقرأ درجة الحرارة 74 درجة الحرارة قد تقرأ هذه خلال ما يقارب 40 دقيقة. فهاي الحرارة المتولدة واللي هي قد متولدة بالماء صارت، هاي ممكن واحد يستخدمها بغير مجالات، يعني هو ما بس طباخ شمسي، هو هاي الحرارة ممكن ننتج حرارة من نعتبرها لا شيء اللي هي طاقة الشمس. فهاي الحرارة ممكن نستخدمها بغير مجالات، يعني تدخل مجال التبريد والتكييف، تدخل مجالات ميكانيكية أيضا لتوليد الطاقة الكهربائية وتوليد غير الأمور. وهسه حاليا المشروع تقريبا جدا بدائي وجدا بسيط، يعني هو هسه حاليا ممكن نطوره للأحسن اللي هو يصير مؤتمت، اللي هو يعني يلحق أشعة الشمس. الشمس تفون راح تتحرك، فأثناء الحركة راح تتغير موقع البؤرة. فواحد يعملوا مؤتمت اللي هو دشالي جوا وماطورات ممكن تشتغل على حساسات تتبع أشعة الشمس. فواحد ممكن يعوفه لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة شعش قد يريد من الوقت بدون أن يرجع له أو يعني يعين موقع البورة. يعني هسه كل ربع ساعة أو 20 دقيقة قنحرك الجهاز حسب البورة من الشمس، لأن الشمس قد تحرك. يلا طبعا تعصوري دينوي دقيقة. زين دقيقة طينا شيد الشعور ما تشتعل بساعة، هذا فترة وقت. شو اسمه هاي علمك؟ تعال قلت شي بس جلدك ما علمك راح يصير فشل، ما راح تشتغل بعد وقت. ليش فشل؟ تجربة. هذا عبد الرحمن الجامعة ما تشتغل. بس حميد. يا ابويا قبل بس دقيقة. بس لحظة. ما عتاي معول. تعال يلا. يلا تعالي راحت ما اعتادي الكلين الصعب يشتغل يحتاج بعد شوية اللخ. هسه راح تجمر ما بي ثواني. شيل هذا اشتعل شي واشتعل هذا اشتعل انه فحم. بخور قوم قدام قوم هذا كيف اشتعلت هذا. السلام عليكم. احنا ولا تضل.